ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. وحشتوني انا كمان جدا. المهم يا جماعة، النهاردة هنكلمكم على نقطتين مهمين جدا 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 في الجزء الثالث بتاعنا. زي ما عودناكم طبعا ان احنا بنتكلم على ايه هي اكتر الحاجات اللي ممكن بمعنى اصح تفركش اي اتنين بيحبوا بعض. طبعا دي لولو، سيبكم منها، تسمعوا اصوات كتير الفترة الجاية لانها ما بقتش تسيبنا اصلا وتنام. المهم طبعا النقطتين اللي هنتكلم عليهم النهارده هما نقطتين مهمين جدا، لان هما ممكن يعني باللغه العاميه كده ممكن تفركش اي حب، ممكن تبوظ اي علاقه زوجيه ما بين اتنين. طبعا النقطتين اللي احنا هنتكلم عليهم النهارده 99% موجودين في اي بنت واي ولد، يعني عشان بس ما حدش يقول لا ده الحاجه دي مش موجوده فيا، لا هي موجوده في كل الناس بالاجمعيه. واكتر المشاكل اللي وصلتنا بسبب النقطتين دول. وطبعا احنا طلعنا النهارده عشان نتكلم فيهم، عشان نقول لكم ان النقطتين دول يا جماعه من كتر ما الناس بتستخدمهم او الناس مثلا يعني بدون قصد هي ما بتبقاش مدركه ان هي بتعمل ده عشان الحب وعشان العلاقه اللي ما بينها وبين الحبيب، وان هي خايفه على حبيبها او خايفه على زوجها لا يحب حد تاني او يهرب منها والكلام ده. ف لا بس هي يعني بتبقى بتسبب مشاكل، ان بتخلي الواحد يشيل من التاني بالظبط ايا كان بقى ولد يعني او بنت، يعني الولد نفسه كمان، يعني الراجل كمان نفسه او الشاب نفسه بيغير او مثلا ايه اللي هو بيبص لها نقطة ان هو يعني عشان ما نحرقش اقول لكم النقطتين، يعني بمعنى صح النقطتين اللي احنا هنتكلم فيهم النهارده هما المراقبة والمقارنة. بس. دول النقطتين اللي احنا هنتكلم عليهم النهارده يا جماعه، لان هما نقطتين يعني شائعين جدا، وطبعا لازم ان احنا نتكلم عليهم ونضغط عليهم قوي، يعني نضغط عليهم المقارنة ونحط كمان تحتيهم. بتبقى موجودة أكتر في البنات، يعني أنا كبنت أقول لكم إن المقارنة موجودة في البنات وما بين الأزواج، البنت المتجوزة بتبقى أكتر، بالذات المقارنة دي اللي كل واحدة عايزة تبقى زي بنت خالتها وبنت عمتها. ما تبصي في الشخص اللي قدامك، هنتكلم في الموضوع ده بعد ما نتكلم على أول حاجة، أول نقطة. بالظبط. فالنقطتين النهارده يا جماعه اللي احنا هنتكلم عليهم هما في غايه الاهميه، ولازم نحط عليهم 500 خط بمعنى اصح، لان ده يعني من اكتر الاجزاء المهمه بالنسبه لكل النقاط اللي احنا هنتكلم عليهم قبل كده. النقطتين دول بيسببوا اغلب المشاكل لكل اتنين مرتبطين مخطوبين متجوزين، وكمان بتسبب انفصالات لان كل واحد بيشيل من التاني، وبيبدأ ان هو الحب اللي جواه بيبقى بينتهي لان هو شايف قدامه شخصية دايما شايفة ان حياتها بتقارنها بالشخص التاني او بتقارنها بناس تانيين وعايزة تبقى زيهم. حتى كمان في يعني بيحس ان هو منتقد، يعني البنات اللي مثلا بتقارن حد فبيحس الشخص الراجل اللي جنبك ده بيحس ان هو منتقد منك انتي، اللي هو المفروض شايف ان انتي اكتر حد تقفي معاه، بالظبط. فاهمني؟ وطبعا يا جماعه زي ما احنا عودناكم طبعا ان احنا طالعين النهارده في الاجزاء دي اللي احنا بنتكلم فيها دي، ان احنا بنوريكم وجهه النظر من ناحيه البنت ووجهه النظر من ناحيه الشاب. طبعا هنسمع مي النهارده هتقول لكم الاول من ناحيه البنت، هل هي ما بتشوف شاب مثلا بيقارن ما بينها وبين واحده تانية، او بيقارن ما بينها وبين قريبه او اخوه او ايا كان بقى حد قريب منه او حد صاحبه معاه في نفس المكان ايا كان في الشغل او ايا كان في الجامعه. لو انت لقيت يا مي واحد مثلا بيقارنك بينك وبين واحده تانية اللي هي مع صاحبه او مع اي حد من اللي احنا قلناهم دول، ايه بيبقى رد فعلك؟ وقتها بحس ان الشخص اللي قدامي ده لا انا كده مش مالية عينه او مش في دماغه، هو عايز حد تفصيلي، هو عايز شخصية. طب ما تروح تاخد بقى اللي هي اخت صاحبك او اللي انت بتقارن بيها دي. احس ان هو هيقل من نظري جدا جدا، مش واخدني على اساس شخصيتي انا، يعني لا هو عايزني اكون حد تاني فمش هيبقى في بالي اساسا. وحتى لو كان جوايا حب فبالتالي تدريجي كده هخلع منه واحدة واحدة لحد ما الشخص اللي قدامي ده ينتهي. يعني ده بالنسبة للنقطة الأولانية اللي احنا اتكلمنا فيها اللي هي المقارنة. طيب احنا لو قلنا بقى يا مي بالنسبة للنقطة التانية اللي هي المراقبة، لو لقيتي حد كده يعني مثلا ايه هي المراقبة دي يا جماعة؟ تندرج تحت نقطة أو تحت بند اللي هو الشك، يعني عشان والتسلط. أو التسلط. تمام، لأن هي المراقبة بمعنى أصح هي بتندرج تحتها كذا نقطة كده اللي هم التسلط أو اللي هو الشك. طبعا النقطة دي بالذات بالنسبة لأي بنت هي مختلفة تماما، لأن البنت بتشوفها بوجهة نظر تانية خالص، وهنعرف النهاردة مي بتشوفها في أي شاب ازاي.
دي انا بشوفها ان هو متسلط، وبشوف ان هو كده في شك، يعني عدم ثقة، ان حتى يبقى بعد ما يبقى ما بيننا عشرة وايام طويلة هيبدأ يشوفني من على طول ان في شك وفي عدم ثقة. في بعد كده ايام هتبقى ما بيننا وعشرة، العشرة دي هتبقى سواد، يعني لما يكون واحد على طول ان هو مثلا بيراقبني، او ان هو في تسلط على شخصيتي، مش عارفة اتحرك، حاسة ان انا 24 ساعة بتراقب، او حتى ساعة في ال 24 ساعة بتراقب، ده في حد ذاته بيحسسني ان الشخص ده هو نفسه مش امان ليا، فانا بالتالي هبعد. انا عايزة اقول ان انا وجهة نظري كبنت، يمكن 70% من البنات بتبقى واخدة نفس التفكير ده، فده بيكون للشاب اللي هو خلي بالك ان النقطة ديت ممكن تبعد عنك حبيبتك تماما، وبتخرب بيوت كمان في لو اتنين متجوزين، يعني بتخرب بيتهم. بالظبط. فده بالنسبة للبنت هتبقى شايفة النقطتين دول عاملين ازاي، وفي اغلب الوقت بيسبب لهم مشاكل وبيسبب لهم انفصالات بشكل كبير جدا وبشكل مزعج. فده من ناحية البنت. هنتكلم بقى من ناحية الشاب، هيبقى شايفها ازاي. يعني انت يا عمرو اتكلم في الاول على المقارنة، لو شايف البنت دايما بتقارنك بحد، او بتقارن نفسها بحد وعايزة تبقى زيها. طبعا المقارنة هنا مي بتختلف شوية من الشاب، عشان بس احنا هنتكلم، عشان انا هرد على البنات اللي هي بتسأل كتير قوي. السؤال ده جالنا، بالظبط، خدت يعني بالك؟ في سؤال جيب نفس الاسلوب ده، تمام. فطبعا ناس كتير، يعني بنات كتير بتسأل، يعني لما تلاقي حاجة زي كده ايه اللي بيحصل، او مثلا هل هي لو عملت دوت مثلا ايه اللي ممكن يحصل مع حبيبها او مع جوزها. انا هتكلم من نقطتين، من نقطة لو كان حبيب أو مكان أو كان متجوز. طبعا البنت لو كانت حبيب فهي بتبدأ تقارن ما بينها وبين صاحبتها، ده في الغالب، لأن هي دايما بتبص لصاحبتها هي أحسن منها في إيه، أو إيه هي اللي مع صاحبتها اللي ممكن جوزها يعمله عشان تبقى زي صاحبتها أو أحسن منها. وبالذات كمان القرايب، يعني دايما تلاقي الواحده تقول لك انا عايزه ابقى زي بنت خالتي، حتى تلاقي الناس وهم ورايح يتقدم بنت خالتها جاي لها شبكه مش عارفه بكام، فلازم تبقى زي بنت خالتها، ما تقلش عن بنت خالتها. بالظبط، فالموضوع ده دايما، يعني تمام. هو يعني الفكرة كلها ان انت مش لابس النضاره. مش مشكلة، انا مش عايز فلاتر اصلا. المهم ان المشكلة ان البنت دايما بتحب ان هي تبص للي حواليها، ودي بتبقى حاجة كارثية جدا يا جماعة بالنسبة للراجل، لان هو بيشوفها ان البنت دي بيبقى عندها نقص. ده صح. اي بنت بيبص يعني اي واحد او اي شاب او اي راجل بيبص للبنت بالطريقة دي، ان هي عندها نقص لانك بتبصي لحاجة غيرك. ودايما الناس يعني بتقول لبعضها قول الحمد لله على اللي معاك عشان ربنا يرزقك ويزيدك. ده خلاصة الموضوع بالنسبة للحبيب. بالنسبة للزوجة طبعا، طبعا هي دخلت في مسؤولية، ودخلت ان هي بقى عندها اطفال مثلا، وبقت مسؤولة من جوزها. فطبعا مش هقول ان هنا ممكن يسيبها او ممكن ان هو يطلقها مثلا او الكلام ده، لان لو طلقها يبقى هو مش راجل بمعنى صح، او هو مش قد المسؤولية. لا بس هي كمان مش قد المسؤولية، يعني مش معنى كده ان انا بقول ان هي هيحصل طلاق. ممكن يعني مثلا جوزها يقعد معاها يفهمها ان ده غلط، فلو هو يعني عنده عقل كويس او ان هو فاهم الموضوع صح، ان هو يقعد معاها جلسة صراحة كده، ان هو يقعد معاها ويفهمها ان ده غلط ان هي تعمل ده، لان ده هو بيتضايق منها. طبعا ما فيش حد، يعني انا اتمنى ان ما فيش حد ياخد قرار من، يعني اي راجل مثلا ياخد قرار منه لنفسه، لا، لازم يكون في جلسة صراحة ما بينه وبين زوجته، يبدأ ان هو يتكلم معاها، يشوف ان هو متضايق في ايه. ويا ريت يا جماعة ما يحصلش بس عشان مشكلة، لا، ده المفروض ان هو يحصل كل شهر كده ما بين زوجين يقعدوا مع بعضيهم. انا وعمرو بنعملها كل يوم. بالظبط. يعني نص ساعة على الأقل، ده لو أنت مش فاضي، أو 10 دقايق في اليوم، بس تشوف أنت متضايق في إيه وهي متضايقة منك في إيه، وتبدأوا إن أنتوا تصلحوها عشان ما يحصلش ما بينكم مشاكل أو يحصل ما بينكم فراق. طبعا الزوجة طبعا بتبدأ إن هي تبص لجارتها، تبص لبنت عمها، بنت خالتها، تبص لصاحبتها، جوزي جاب لي كذا طب أنا ما يجيليش ليه، في بنت كتير عمتي كده. جالها كذا طب انا ما يجيليش ليه. فاكر احنا اول الجواز؟ بالظبط كده. صاحبتي جوزها جاب لها في نص رمضان، لا ازاي انت بتقول على الحاجات اللي كانوا بيقولوها. ازاي ما يجيلهاش في نص رمضان، دي تبقى كارثة يا جماعة، ده يعني تبقى كارثة ان ما يجيلهاش في نص رمضان. ازاي جالها قلب في عيد الحب، ياه.
يا ده حاجة فظيعة. طبعا هنا الراجل عشان بس نخش في الموضوع، طبعا هنا الراجل بيجي له عقدة ان الست دي مثلا او زوجته دي مريضة نفسيا ومجنونة بمعنى صح. تمام. احنا نعرف ف ناس كده على فكرة، يعني والله بجد ناس كانوا قريبين مننا جدا وكانوا بالمنظر ده، واخرتها والله العظيم والله العظيم بجد اتطلقوا. يعني كان شغل المقارنة بيودي لباب سد، لو ما كانش هيتحل بسرعة هيتحل بسرعة ويتلحق بسرعة، من ايا الطرفين. كان من الطرف، ايا كان من الراجل او ايا كان من البنت او الست مثلا او الزوجة، لو ما تلحقش بسرعة هيوصل لطريق سد. فانا شايف ان الموضوع يعني عشان ما اتكلمش كتير، هو غلط ان اي ست تبدأ تقارن ما بينها وبين أي حد حواليها. طب بالنسبة للمراقبة، الست اللي هي بقى تستنى جوزها اول ما يجي، ولو لقيت شعراية، الشعراية دي مين ده، ايه اللون ده، ده لون روج، الحاجات دي تعمل معاهم ايه؟ اكيد الناس بتمر كتير بالموضوع ده. طبعا الموضوع ده يا جماعه ما بيحصلش معايا عشان ما حدش لا بس والله يبان عمره ما حصل. ما بيحصلش معايا، لان هقول لكم على حاجه يعني انا هقولها من ناحيه ماي واجيب خلاصه الموضوع. تمام. ما بيحصلش معايا عشان ماي عاقله، ماي بتثق فيا، ماي من حبها فيا او ان احنا بنحب بعضينا، فاحنا واثقين في بعض لدرجه ان انا عمري ما بصيت في تليفونها، عمري ما مسكت التليفون مثلا قلت لها انت بتكلمي مين على الفيس مثلا او بتكلمي مين على الواتس او ايا كان بيتكلم مين في التليفون. اوقات بتبقى جوه المطبخ مثلا وبسمعها ان هي تتكلم، ما بسالهاش حتى هي بتتكلم مين. تمام. لدرجه ان انا مثلا اكتشف مثلا بعد 3 ايام ان هي كلمت امي وانا ما اعرفش على طول يعني، مكالماتي بتبقى مع مامته. بس بالظبط، او كلمت مامتها مثلا وفي مشكله مثلا وهي ما قالتليش عليها، واكتشف ان مامتها هي اللي بتحكي لي وتقول لي انا قلت لمي مثلا من 3 4 ايام. طب فهي الفكره كلها ان بس في ما ثقه، بيبقاش في وقت ان انا احكي له يعني كده يعني. وما بيبقاش في وقت عشان بس الفكره كلها ان انا مضغوط بس في الشغل شويه، ده غير كمان اليوتيوب اللي انا بعمله ده والشغل اللي انا بعمله ده بياخد مني مجهود كبير جدا عشان نطلع معاكم كده، ويعني واحنا فرحانين ان احنا نطلع معاكم يعني. فده بجانب الشغل، فهو ضغط عليا شديد جدا. طبعا ده خلاصة الموضوع، ان واحدة تبدأ ان هي تشك فيا او ان هي تبدأ ان هي يبقى في غيرة. الغيرة بمعنى صح، لو انت هتغيري من واحد او هتشك فيه بلاش تاخديه، يعني صح ده كده. الخلاصة يعني خلاصة الموضوع. يعني هتشك في واحد وشايفة ان هو لعبان مثلا وبتاع بنات ومش محل ثقة، ما تاخدوش، لانك هتتعبي معاه جدا، وان هو لو كان بتاع بنات فانت هتفضلي طول حياتك في حيرة وفي قلق ان انت قلقانه ان هو احنا ممكن يروح لواحده تانية او ان هو يحب واحده تانية او يكلم واحده تانية. بعد طبعا ما نخلص الـ8 اجزاء باذن الله هنقول لكم على حلول اقتراحيه كده انا ومي برضو من وجهه نظرنا احنا الاثنين، للراجل لو كان بسباص او كان بتاع بنات ايه هي ممكن الاقتراحات والحلول اللي انت ممكن تعمليها عشان تحل المشكله دي او خالص. تخليه يبقى معاكي انتي بس يعني. بالظبط كده. ده خلاصه الجزء الثالث معانا يا جماعه، عشان ما نطولش عليكم ونبقى رغينا كتير وضيعنا وقتكم. انا اتمنى ان انتوا كمان تشاركوني برايكم، لو انتوا عندكم تعليق او حاجه اضافيه تقولوها لينا، او ايا كان تعليق بالنسبه للبنت او بالنسبه للشاب، يقول لنا تعليقاته ويقول لنا اقتراحاته ويقول لنا هو بيشوف الموضوع دوت من وجهه نظره ازاي. وانا بتمنى ان انتوا تشاركوني برايكم طبعا، ده اول حاجه. واتمنى تاني حاجه اللي هم الحاجات الاساسيه بقى اللي احنا بنقولها كل مره، اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. بالظبط كده. وانتظرونا في الجزء الرابع الجاي ان شاء الله بكره او بالكتير، يعني لو ما حصلش اي ظروف عندي او حصل عندي ظروف لمية والكلام ده شغله خالص، بس أهم حاجة. فهنعمل لكم الجزء الرابع بكره باذن الله. يلا سلام سلام، عشان لولو لولو بدات بتقول لكم سلام. لولو بدات تتفاعل معانا يا جماعه. يلا يلا باي. سلام عليكم.